لكن احنا المشكله في الاونه الاخيره تم اظهار هذه الوثائق او هذه الخلافات او هذه المذكرات الداخليه. خلينا نقول هنالك مذكرات داخليه بالحزب نفسه، بالحركه نفسها، تم اظهارها للعلن، وبالتالي تلاقفتها يعني وسائل الاعلام، وتلاقفها المغرضون اللي عندهم يعني اجندات هم يهمهم ان تتفكك حركه امتداد، وبداوا يدسون السم في العسل ويشجعون طرف على طرف وهكذا. نحن الان في طور يعني الريكفري نسميه، يعني طور الشفاء ان شاء الله من هذه المشاكل وتلافي هذا الموضوع، وباقين على مبادئنا. لا يمكن انه مشاكل او اختلاف في وجهات النظر ان يفرقنا عن هدفنا الاساسي. لكن يا سيد الصالح يا دكتور، هو ليس انتم وحدكم من تسربت وثائقه، ماك واحد بالعمليه السياسيه الله ساتره، الكل مفضوحه والكل صار اللعب على المكشوف، لكن انتم يعني من يعول عليكم في هذه المرحلة، وعليكم أن تكون أخطاءكم قليلة، لأن أنتم تحت مجهر الشعب وتحت مجهر القوى المناوية لكم. ألا تسعفكم خبرتكم السياسية أو هذا البروز الناشئ في أن تتجاوزوا هذه المرحلة وتلملمون البيت وتسدون الباب زين؟ أنا أتفق معك أستاذ نجم، يعني أتفق معك أننا نحمل على كاهلنا أو نحمل على أكتافنا فتحمل ثقيل، وهو دماء الشهداء اللي سالت في ثورة تشرين العظيمة. يعني إحنا انبثقنا من هذه الثورة، يجب أن نكون أول الناس اللي حاملين للمبادئ وللوفاء لهذه الدماء، وبالتالي فعلينا أن تذوب كل مشاكلنا أمام هذا الـ يعني امام هذا الهدف السامي. يا سيد الصالح خليني اقاطعك، مضطر. الى الان لم يظهر حقيقه من يمثل تشرين، والذي يمثل تشرين يقيم على اساس النتاج وليس على اساس الشعار، هكذا كلنا نؤمن. طبعا 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 احنا تمثيل تشرين هو شرف كبير لا ندعي، هذا منتهي منه. يعني احنا جزء صغير من تشرين، يعني لا ندعي اننا نمثل تشرين باكملها. نعم. لكن المشكله اننا مستهدفون دائما، المشكله ان الانظار تقع علينا دائما وكانما حركه امتداد. يا سيد الصالحي تمثل 90 بس انا ما جاي تخليني بس احكي لك كلمتين. تفضل تفضل تفضل. اسمح لي والله. تفضل تفضل تفضل. يعني احنا مستهدفون دائما، مستهدفون مساله انه تظهر فد شيء بسيط من حركه امتداد يحسب كانما شيء كبير، ولا كأنما نحن 9 نواب كأنما نحن 90 نائب. طبعا المواطن البسيط ينظر لنا هكذا، والنخب أيضا تنظر لنا هكذا. لذلك كل الأخطاء اللي ممكن أن تمر بها حركة امتداد وهي طبيعية، الكل يخطأ، تحسب عليها وكأنما يعني خطأ كبير لا يمكن يعني غفرانه، وبالتالي احنا نتحاشى مثل هكذا أخطاء، وإن وقعت فهي بعد يعني مثل ما يقولون طاح الفاس بالرأس. يعني اللي يخطأ إذا يصح خطأ هذا يعني فتشي زين، بس إذا يصرع الخطأ لا، هذا شيء مو زين. إحنا خبرتنا السياسية أيضا مثل ما تعرف أستاذ نجم، خبرتنا السياسية ترى الحزب هذا الحركة تشكلت قبل سنة ونيف، يعني مو من الإنصاف إنه يعني نعامل كأنما إحنا تاريخنا فات 50 سنة بالعملية السياسية. ليش هو اللي عنده 50 سنة يا سيد الصالحي ده يلعب سياسة ولا ده يلعب مع الشيطان؟ إحنا نلعب سياسة طبعاً 100% نلعب سياسة، لكن إحنا حالتنا خاصة، يعني في حركة امتداد إحنا حالتنا خاصة، حالة عندنا جناحين،
الجناح الأول هو الجناح الاحتجاجي، والجناح الثاني هو الجناح السياسي. جيل. ويجب أن نجانس بين الجناح الاحتجاجي والجناح السياسي. جيل. وهذه مسألة عسيرة جدا. طيب. إن شاء الله إحنا نأمل بالأيام القادمة يتم تجاوز كل المشاكل اللي صارت، ونظهر إلى يعني إلى في العملية السياسية. طيب. كتلة واحدة متماسكة إن شاء الله بدون أي مشاكل. أنا أشكرك.